انا بصي حضرتك اتكلمت يعني من شهرين كده عن مشروع قانون لتجريم الجواز العرفي، وقلتي ان اللي يتزوج عرفي يتحب السنه والبنت بتتحبس، جيت بعد كده هيك قلت وعملت هلع عند الناس وبعد كده هيك قلتي لا ما فيش ليس هناك ما يمنع ان الزوجه التي تتزوج عرفيا برغم انها هبله وعبيطه على حد قول حضرتك يعني لا كان ممكن تتحاكم وتتحبس زيه، وبعد كده هيك قلتي ان حسبت كل الثغرات التي تواجه هذا القانون لاصداره، وجيت هيك من شعاعات قليله قالوا لي الدكتوره انا نصير قررت عدم طرح الموضوع كله في مجلس النواب وزهقت انا زهقت فعلا بجد ده حقيقي يعني انت تراجعتي عن فكره لا مش تراجعت في فرق ما بين ان انا مللت هذه الثقافه السلبيه اللي انتشرت فيها يعني عملوا عليا وصايا طب ده انا عضو برلماني مشرع ما تهاجمنيش سيبني بعدين انا عايز اصلح خطا هل انا لما احب ان انا اوقف الزواج العرفي هو مين اللي بايده العصمه مش الراجل مين اللي بيتقدم للبنت ويغويها ويغريها مش الراجل مفيش بنت بتروح تاخد الراجل وتقول له تعالى اتجوزني جواز عرفي ابدا اللي بيحدث العكس فانا لما اركز على مصدر الخطر ومصدر سرقه بنتي من بيتي تحت كلمة عرف وصوت حاجتين ثلاثة قلت أولا لابد أن تعرفوا يا أهل مصر أن كلمة العرفي التي كانت معروفة زمان ويقعدوا بقى يفسرها لك ما تعرف الناس عليه لا يا أخويا أنا مش بحارب ما تعرف الناس عليه أنا بحارب ما نعمل تدليس وكذب وسرقة بنتي في هذا المصطلح يعني شوف حتى التدليس في المصطلح قلت لهم لا في حاجة اسمها عرفي خالي من أي ضابط شرعي عشان أفهم الناس احنا العرفي الذي يخلو من الضوابط الشرعية اللي هي ايه الإعلام والقبول وموافقة ولي الأمر العرف الذي يستلب بنتي من بيتي لا ده ملوش دعوة بس في قبول يعني العرف والبنت والبنت في قبول والبنت القاصر الصغيرة دي ما في شوية ايه قيمة فين ولي أمرها طب ليه تراجعتي عن ده؟ أنا تراجعت لأن لقيت كذا صوت اللي كان هتكلم في العرف قلت له مبروك عليكم أنا في حاجة أنت مش بتقول لي حكيمة العصر حكيمة العصر طيب ما فيش مانع كل واحد يعمل هاتوا ما عندكم وقعدت مع كذا وقت قلت لهم كملوا شغلكم ونقعد مع بعض في الآخر إلا لاقيه في ثغرة أكملها له ومن غير اسمي اه يعني هيك طرحت الموضوع سبتهم يشتغلوا عليه ايوه واشتغلوا فيه اشتغلوا عليه كذا طرب انما الست الكبيره ممكن تتجوز عرفي هي عشان تحافظ على المعاش بتاعها انا عايزه اطالب برضه ان الدوله ليه تحرم التي الارمله التي تتزوج من اخر ان المعاش ده يا استاذ احمد ده بيستقطع من مرتب زوجها اللي كان هينفق عليها هي وعيالها هو دلوقتي ادي الراجل ده متزوج واستقطعوا نسبه 2% على مدار 20 سنه او 25 سنه دي تحويشه عاملها المرحوم جوزها قبل ما يموت ليه انا بيعاقبوها يعني بيعاقبوها لو اتجوزت مثلا وليه انا احرم كسيده راحت اتجوزت وممكن ده معاش ابوهم الله يرحمهم يغدق عليهم وممكن يكون جوزها كمان تعبان ماديا مش متجوزه يكون قادر يصرف على ده لكرامه ولادها اذا يعني دكتور انا وصل كده فهمت منك انا بصالح كل الدفوهات اللي بتطالب الدوله بعدم حرمان الارمله التي تتزوج من معاش زوجها لان ده مال واخدينه من زوجها مقدما صح يعني الدوله مش غرمانه في حاجه هي مش دافعاها الدوله من جيبها تمام الدوله مش دافعاها من جيبها استاذ خالد من القاهره استاذ